الديد ليفت هو أسهل تمرين يمكن الواحد يتعلم ليه، تتهز لبرا وتتعاود تحطها في الأرض، وفي نفس الوقت تتبقى لبرا ديما قياس رجليك. خاصنا نردو البال لبعض النقاط المهمة ملي تنديرو الديد ليفت، واللي هي خاص لبرا تطلع وتنزل في خط مستقيم تحت من نص ديال الرجلين اوفر ميد فوت، وخاص يبقى الظهر ديما بلا. الديد ليفت هي من الحركات الأساسية لبناء القوة، واللي قريبة بزاف الأعمال اليومية اللي تنديرو في الحياة ديالنا ملي تحنا وتهز شي حاجة من الأرض. ملي تنديرو الديد ليفت الجسم كله تيخدم بطريقة طبيعية، من اليدين اللي شادين لبرا للرجلين اللي هما اون كونتاكت مع الأرض، عضلات الأرجل لي اونش الظهر لي برا وحتى الجريب، القدرة على أنك تبقى شاد لبرا وما تزلقش ليك، تيساهمو كاملين في هاد الحركة. العجيب في تمارين القوة اللي تدارو بالبرا هو أنه إذا استعملنا تقنية جيدة الجسم ديالنا تيحدد العمل ديال كل عضلة في نجاح الحركة. والتمارين المركبة بحال الديد ليفت سكوات والبنش بريس تقلدوا الأعمال اللي تنديرو في الحياة اليومية ديالنا، اللي زايد هي البرا اللي تنبقاو بشوية بشوية تنزيدو في التقل ديالها. وإلا كنا تنديرو هاد التمارين ما نحتاجوش أننا نخدمو في لي ماشين أو نديرو تمارين اللي تعزل كل عضلة بوحدها. الديد ليفت مهمة بزاف وكل شي خاصو يديرها، هاعلاش؟ النقطة الأولى، الديد ليفت هي واحدة من الحركات ديال رياضة الباور ليفتين، القوة البدنية ولا لا فورس أتليتيك. إلا قلبتو في يوتيوب غادي تلقاو نساء ورجال تهزوا أوزان خيالية في بطولات القوة، وتتشوفوا أرقام قياسية تتفوت 1000 باوند عند الرجال و 600 باوند عند النساء. إلا لاحظتوا ملي تكملوا هاد الناس الديد ليفت ديالهم تيخرجوا من البلاتفورم ديال الكومبيتيسيون بدون أداء، وبالعكس فرحانين. دونك فكروا معايا مزيان، إلا درنا الديد ليفت مزيان ما كاينش مناش نخافوا. هاد نفس البيرفورمانس يمكن أي واحد يديرها بدون ضرر وبأوزان خفيفة لبناء ظهر وأرجل أقوى، ومن بعد تنزيدوا تدريجيا في الوزن باش نصححوا. العرضة للإصابة ملي تنديروا الديد ليفت هو أقل بدرجة كبيرة مقارنة مع إلا جيتي تهز شي دري عنده 3 سنين باغ إكزومبل، لأن البرا تتكون أوفر ميد فوت اللي هو مركز التوازن ديال الإنسان. لهذا السبب يمكن لنا نوصلوا لأوزان ثقيلة في الديد ليفت بطريقة سليمة وبدون خطر، والأوزان الثقيلة هي اللي تزيد في القوة وتتكبر العضلات. أداء الديد ليفت خاصو يدار بظهر بلا، والعضلات الظهر وديال العضلات اللي زابدو هما اللي تحافظوا على هذه الوضعية السليمة من أجل حماية العمود الفقري. هاد العضلات تخدموا لواحد الدرجة كبيرة إلى حد أنك ما تحتاجش أنك تدير تمارين البطن باش تطلع لي زابدو. دابا النقطة الثانية، ملي تنديروا الديد ليفت بنجاح تنفهموا بأن عضلات اللي تتخدم في التمرين استطاعت أنها تطبق قوة أكبر من الجاذبية اللي شادها لبرا في الأرض. هنايا عضلات الظهر تمكنات من الحفاظ على العمود الفقري في وضعية صحيحة والتغلب على الوزن اللي كاين في البرا، وهادشي تجعل الديد ليفت هو أحسن وأهم تمرين لعضلات الظهر اللي يمكن لك دير. إذا درتي التمرين بطريقة غير صحيحة فهنا ما تيكونش محسوب، لأنه معنيتها كاين بعض العضلات اللي ما داروش العمل ديالهم على أكمل وجه. خاصنا نخدمو بوزن اللي تبقى فيه تقنية صحيحة باش الجسم كله يخدم وما ديفلوبيوش نقاط الضعف. وكيف ما ديما تنديرو تنزيدو الوزن بشوية بشوية مع الوقت باش بروغريسيو ونزيدو في القوة. ديد ليفت هو تمرين مثالي باش نبينو على أن استعمال تمارين مركبة اللي تخدم الجسم كله في نفس الوقت هو أحسن من تمارين إيزولاسيون. دابا النقطة الثالثة والأخيرة، التمرين اللي تستعمل الجسم بأكمله تخدم أغلب العضلات في نفس الوقت، هادشي تمكن أنك تكون قادر على رفع أوزان جد ثقيلة والخدمة تتقسم على جميع الأعضاء بدون استثناء، وهادشي تحيد التوتر على أي مسكل أو الأرتيكولاسيون بوحدها. هادو اللي تنسميوهم إكزرسيس ملتي أرتيكولير تمكنو من زيادة الحمولة تدريجيا لعدة سنوات، تنبداو بوزن اللي تنتغلبو عليه وتنبقاو نزيدو عليه بشوية بشوية، وهاد العملية تدوم لمدة سنوات عديدة،
وهذا الشيء ما يمكنش دار على تمارين صغيرة اللي تتخدم كل عضلة بوحدة، وفي التمارين تتحبس الحمولة ممكنة بعد مدة قليلة تقريبا 6 أسابيع. دونك الناس اللي دوينا عليهم قبل اللي تقدروا يهزوا أكثر من 1000 باوند خدموا لمدة سنوات باش أنهم يوصلوا لهذا المستوى، ولكن كلهم تبعوا نفس الطريقة، تنزيدوا الوزن في البرة تدريجيا. حنا بطبيعة الحال ما تهمناش نهزوا 1000 باوند في الديدليفت، ولكن الهدف ديالنا هو نقوي الديدليفت ديالنا، والديدليفت أقوى معنيتها تو سامبلومون جسم أقوى وأكبر.